يا خبر، أنا الظاهر فهمت المسائل غلط. أما حتة سوء تفاهم، لكن إيه اللي خلاك تفتكر إني مراته؟ الظروف خلتني أفتكر كده. ظروف إيه؟ علشان شفتنا في النادي مع بعض؟ اتفضل. شكرا. جايز نكون قرايب، معارف، يعني مثلا لو كنا أنا وإنت في النادي علشان ناخد الشاي، الناس كانوا يفتكرونا متجوزين؟ بالطبع لا. إيه؟ جايز يفتكرونا معارف، جايز قرايب. مش معنى أنا وفوزي افتكرتنا متجوزين؟ أصل هو كان منتظر إن المدام توصل باللحظة والتانية، أصل كان عايز يعرفني بيها. لما حضرتك وصلتي وسألتي عنه، أنا على طول افتكرت إن أنت المدام. أيوة، بس أنا كنت فاكرة إنك تعرفها زي ما بتعرفه هو من زمان. لا يا فندم، إحنا ما تقابلناش من زمان، من قبل ما يتجوز. اللي حصل إن إحنا تقابلنا مبارح بالصدفة، كان جاي عندنا عشان يعمل دعاية للشركة بتاعه. الصدفة دي هي اللي خلتنا نتعرف ببعض. وطبعا علشان شغله ومصلحة قعدت تجامله في شخصية مراته. مش فاكر. ايوه بس انا فاكرة، لاني خدت الكلام ليا. انا افتكرت فعلا انك ارتحت لي وحسيت اني شخصية ظريفة. ما هو هو ده الواقع يا فندم، حضرتك فعلا شخصية ظريفة قوي. هما طبعا انت لازم تقول كده بعد ما احرجتك بكلامي. جايز اكون في نظرك لا شخصية ولا ظريفة، لكن احسرني اذا حبيت اتأكد من فكرتك عني. انا انسانة عايشة في وحدة قاسية، افتكرت اني لقيت صديق يفتح لي قلبه زي ما كنت بتقول من شوية. ما هو ده الواقع يا فندم. رجعت أحرجك ورجعت تقول يا فندم. مين بس قال إنك بتحرجيني يا مكارم هانم؟ بلاش تقول يا مكارم هانم. هو أنا غلطت في الاسم؟ الناس القريبين مني بحب ينادوني بالاسم اللي تعودت عليه من زمان. في منهم بيقول لي مرمر، وفي بيقول لي ميكي. أنا اسمي فيهم بيعجبك. مرمر ميكي. ميكي، ميكي فعلا لايق عليك. طب فرصة سعيدة جدا يا ميكي هانم. لا بس ميكي دي ما تركبش مع هانم، خليها ميكي حاف. اوكي، فرصة سعيدة جدا يا ميكي. ايه ده، انت هتمشي قبل ما تحكي لي؟ انت مش قلت لي بعدين هحكي لي؟ مرة تانية يا فندم، مش النهارده. طيب قول لي، انت لقيت البانسيون؟ ايوه فندم. اسمه ايه؟ هابينس. هابينس، يا يعني لقيت السعادة. طب أنا منتظرة منك تليفون. وهو كذلك فهم. طب إزاي هتمشي من غير ما تاخد النمرة؟ ده أنا كنت لسه هسألك عليها. لا، نمرتي سهلة جدا. 8 ها 42 9 48 بس. لا دي نمرة ظريفة قوي. زيك بالظبط يا ميكي. لا عايزاني اقول لك يا ميكي او يا مار. لا حلو، جميل. ميكي 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 انت صديقي. ديكي ديكي. الله، انت بتضحك لوحدك؟ ما هو شر الباليه ما يضحك يا ست فله. تصوري ان في واحدة معجبة بيا واسمها ميكي. هو انت لحقت يا استاذ مدحت؟ بقولك ايه، اسمعيني قبل ما تبكتيني. لو ميكي دي سألت عليا بالتليفون، هي هتطلبك هنا؟ ضروري هتطلب. ونقول لها ايه؟ عندك رد من اثنين، يا انا خرجت مفهوم، يا انت نايم. لا اصل انت ما تعرفهاش، دي شبطة. هتقعد تقولك ايه، ارجوكي سيلفو بلاي صحي،
بلاش نايم دي. شوفي هو يا انا خرجت يا انا خرجت. صباح الخير يا عثمان. صباح الخير يا بيه. ست صحت؟ ايوه يا فندم. اعمل لي فنجان قهوه لو سمحت. حاضر. صباح الخير. ايه ده؟ اهلا فوزي. صباح النور. ايه بتدوري في الدليل على نمره مين؟ ها؟ بانسيون. بتدوري على نمره بانسيون ليه؟ انا كنت عايزه البنك. كنت بدور في حرف البي وحقلب الصفحه قبل ما تيجي. طب ما انا رايح البنك. اموري. ميرسي يا فوزي. ربنا ما يحرمنيش منك ولا من خدماتك وجمايلك. خدمات وجمال ايه بقى استهانم؟ ده شغل. انت نسيتي انها المدير المسؤول؟ انت عايزه تسالي عن شيك شركه الامل صح؟ ياه مظبوط يا فوزي. وازاي عرفت ان انا بطلب البنك علشان كده؟ مش عيب يا ميكي، وانا لسه هعرفك. من ساعة ما دخلت وانا حاسس ان في حاجة شغلاكي. هيكون ايه غير الشيك؟ عموما اطمني، وراك رجالة. انا حليت الاشكال. ميرسي يا فوزي. انا مش عارفة من غيرك كنت هعمل ايه بجد. اقعد. ايه اقعد ايه؟ انا مش فاضي. ده انا ورايا مليون حاجة. لو سمحت امضي لي الشيكات دي والحاجات دي عشان امشي على طول. ميرسي. حتى القهوة مش هلحق أشربها. باي باي. مع السلامة يا فوز. شيك. هو متصور إن مفيش حاجة تشغلني غير الشيك. الشيك لكن برضه هو شيك تريش. ألو؟ بونسيون هابينس. من فضلك هو الأستاذ مدحت أبو الفدا موجود عندكم؟ ممكن أكلمه؟ خرج. طب لو سمحتي لما يجي ممكن تقولي له إن ميكي طلبته؟ ميرسي. أوروفار. يا مدام سميحة، أنا أنظرت جوزك 100 مرة على حكاية التأخير دي. أنا مش فاهم إزاي تبقوا عايشين في بيت واحد وأنت تيجي في ميعادك وهو يجي متأخر. ممكن تفسري لي الموضوع ده؟ ما هو يا فندم عمله في الشركة مش إنه يقعد على مكتب، ده مندوب إعلانات. المفروض يجي يثبت وجوده هنا في الأول في الشركة وبعدين يروح يعمل شغل برا. حضرتك عارف أزمة المواصلات. لو رايح يعمل عقد الشركة في مصر الجديدة وجه المترو فاضي، يركب ويروح مصر الجديدة ولا يستنى الأوتوبيس اللي هيجيبه على هنا؟ رد مقنع ومنطقي. كويس إن حضرتك اقتنعت. أنا مقتنع بس بذكائك وسرعة بديتك، لكن مش مقتنع بأن ده هو السبب. طبعا إهمال جوزك إحراف دم سميح. لكن دلوقتي إحنا في مشكلة. ملفات شركة الخزف عنده في مكتبه والبي مش موجود. المفروض كان يديك مفتاح المكتب مادام هيتأخر. الملفات هتكون عند حضرتك حالا يا فندم. خسارة فيه. أنا عارفة إنسان مهمل زي ده يقفل مكتبه ليه بالمفتاح بس؟ ماله هو ومال أوراق مهمة زي دي؟ تلاقيه لسه نايم ولا على باله، مش مهم مصالح الناس. أنتِ عارفة إنهم في الدرك؟ مش بعيد يكون ضيعها. هو ده بيقدر يحتفظ بحاجة ولا يصون حاجة؟ كل حاجة بيضيعها، كل حاجة. بتدور على ايه يا سميحة؟ ملف عنده، المدير عايزه وطالبه فورا. الله. طب ومالك عصبية كده ليه؟ افرضي ما راحلوش فورا، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل انه هيهد الدنيا. على دماغ مين؟ مش مهم على دماغ مين، المهم ان الشغل ما يتعطلش. كده هو؟ طبعا اذن حضرتك بقى، اسمحي. اتفضلي. ايه ده؟ هتكسر الدرج؟ لا لا يا جماعة ما يصحش. مين قال لكم ان انا هكسره؟ انا ليا اساليبي الخاصة. انا مفيش درج يستعصي عليا ابدا. افهم بقى كنت بتشتغل ايه بالظبط قبل كده؟ طب ما تعلمنا الصنعة بدل المكنة وقرفها. اهو اتفتح يا ستي.
الحمد لله. المهم الاقي الملف. المهم انك تدي المكافح ده حسنت. مش هنفع عصبيه المعلم؟ افكر في الموضوع ده. كويس لقيته. الله الله الله، ومالك كده كانك لقيتي 1,000,000 جنيه؟ اهم حقيقة الستات دول لغز. صباح الخير يا سنس. افندم انت باي حق بتقولي كده؟ انا اسف. اتفضل الملف ده وديه عند المدير. جالكم كلامي؟ مش بقول لكم الستات دول لغز مستعصي؟ المدير عايز الملف ده فورا. عارف يعني ايه فورا؟ انا عايز اعرف الاول ازاي الملف ده خرج من درج مكتبي. مين وصلت بيه الجرة ان يفتح مكتبي وانا مش موجود؟ انا. افندم باي حق تعملي كده؟ الحمد لله على السلام. معلش يا فندم انا اسف للتاخير. معلش دي انا لغيها من القاموس بتاعي. يا فندم ضروري حضرتك عرفت بالظروف اللي حصلت. ايه المترو وصل قبل الاتوبيس؟ مترو؟ هو احيانا بتحصل في المواصلات حاجات غريبه. الدنيا دي مليانه حاجات عجيبه يا فندم. تلاقي المترو يوصل قبل الاتوبيس، والاتوبيس يوصل قبل القطر، والكاريتا تسبق الاثنين. هو بتحصل مدام سيادتك شايف كده بتحصل. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ انا يا فندم؟ لا انا كنت عارف ان دي كلها اعذار ما تفوتش عليا يا فندم. انا جبت سيره مترو او اتوبيس، انا عمري ما ادركتهم في كشف الاعتذارات بتاعي. انا فندم ما اتاخرش الا للظروف قهره. اوعى تقول لي دكتور السنان. لا يا فندم انا ما خلعتش درسي، انا خلعت الدبله يعني طلقت. وسيادتك سيد من يقدر ظروف انسان غير مكانه ولسه بيتعود على حياه جديده كلها مشاكل. بتقول ايه؟ انت طلقت مدام سميحه؟ ده اللي حاصل يا فندم. ازاي حضرتك ما عرفتش؟ انا عارف حاجه واحده بس، ان ست عظيمه زي دي مستحيل كانت تستمر معاك. كنت فين يا سيدي؟ لسه جاي؟ يسر انا مش ناقصك. اكيد واخد دش من المدير. يا ريت كل الناس بتحب شغلها زيك يا استاذ يسري. في الحر ده ورايح تصور في عز الشمس؟ لا انا المره دي هصور في الريستوران. نفسي اشوفك وانت بتشتغل عشان اعيش في جو التصوير. فكره برضو، تحب تيجي معايا؟ يا ريت. اقلبي فنجانك. هتشوفي لي البخت. ما انا عرفته خلاص. يا سلام، ومالك بتكلمي بمنتهى الاسى واللوعه كده؟ يعني عايزاها تفرح يا منيره؟ اسكت انت يا دوله، ما انا عارفاكي تموتي بشيل الهم والنكد. اصل اللي زي مدحت ده ما يتزعلش عليه. تفتكري هو شايل الدنيا وحاططها زيك كده؟ ابدا، يا ريتني كنت زيه. مدحت عمره ما بيشيل هم، لانه عمره ما شال مسؤوليه، ما بيحبش يزعل نفسه مهما حصل، بيعرف يلاقي لنفسه دايما الحل الاسهل مش الامثل. الا لما قالت لي بس ده مش بيت فوزي. تلاقيك اعتذرت وجريت جري. انا جريت بس بعد ما شربت الشاي وكلت البيتفور. تصدق انها من يوميها عماله تسالني عنك؟ انت وعدتها بانك هتزورها تاني؟ ما انا ما كنتش قلت لها كده، كان زماني قاعد عندها في الصالون بحكي لها قصه حياتي. هي وراها ايه؟ لو تعرف وراها ايه؟ عقارات واسهم واطيام متلتله. ما هو واضح. يا ترى المدام بتاعتك يا فوزي غنيه زي قريبتها؟ طبعا، بس مش لدرجه مكارم هانم. قول لي يا فوزي، اتجوزت عن حب؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ هو في حاجة يا استاذ اسمها حب؟ طب ما انت اتجوزت عن حب، النتيجة كانت ايه؟ على رأيك قد احنا اتطلقنا. الجواز ده شركة، وكل شركة لازم يكون لها راس مال، مش مهم بقى مصدره الزوج ولا الزوجة، المهم يبقى موجود
وإلا الشركة تفلس. مظبوط. أما حتة منطق، عشان تقتنع بالمنطق ده بص لحالك وبص لحالي. من فضلك مدحت بيه ابو الفدا موجود؟ انا ميكي. خرج؟ طيب بلغتي اني انا سالت عنه قبل كده؟ طب لو سمحتي سيبيله رساله في اوضته انه اول ما يرجع يتصل بميكي، مهما رجع متاخر انا هنتظر تليفون. ما تنسيش وحياتي. لا مش هنسى، اول ما يرجع هبلغ. حاضر. ادينا بننفذ المطلوب. حلو جميل، خليك على كده لغايه ما تزهق وتبطل تطلب. سعيد يا فندم. الله، انت خارج دلوقتي؟ دي الساعه 10. امال ناوي ترجع امتى ان شاء الله؟ الله، ايه الاسئله دي بقى؟ من حقي، مين اللي هيفتح لك لما ترجع بعد نص الليل؟ حلو جميل. هو انا اخرس من مراتي تطلعي لي انت؟ يا استاذ مدحت، انت هنا في بونسيون، انت فاكر نفسك في بيتك مفاتيحك في جيبك وترجع وقت ما انت عايز؟ هو انا اخرج من قفص اخش قفص تاني؟ بقى نسرت وانا متجوز؟ هي تقولي فاكر نفسك في لوكاندا، وانا اتاخرت وانا هنا حضرتك تقولي لي فاكر نفسك في بيتكم؟ طب ما تزعلش ما تزعلش، اخرج واسهر زي ما انت عايز، بس ما تنساش تدي بقشيش للسفراج اللي هيسهر عشان خاطر عيونك. انا من يوم ما جيت هنا وفلوسي كلها رايحه على البقشيش. أبا بنسبة الفلوس عاوزين نتحاسب. وده وقت يا فلة، أنا عندي معاد وأنا عندي طلبات لازم أجيبها الصبح. تفضلي. متشكرة، مع ألف سلامة. سارة سعيدة يا متحدي. سعيدة فين بقى؟ ما أنا حصر في الأوضة مفيش فايدة، اتكتب عليا أعيش في قفص. ايه ده؟ حلم ده ولا ايه؟ ادخل. صباح الخير. ده صباح الهنا. كويس انك صحيت لوحدك. انا صحيت على الدوشة والتنفيض اللي برا. ايه ده؟ بنسيون ده ولا ورشة؟ ما احنا لازم ننظف البنسيون قبل الزباين ما تصحى. هناك تنفيض ودوشة وهنا تنفيض ودوشة، حاجة تفلق. ولا لاقي حتى قميص البسه، كل القمصان عايزين غسيل، معاد الشغل فات ومش عارف اروح بايه. نهايته فله، لما ارجع الاقي القمصان مغسولين ومكويين. اوامرك يا متحدي. يا ترى اوامري دي هدفع فيها كام؟ برافو، انت فنانه، انت مكسب للشركه والشركه بتقدر اللي بيحترم شغله زيك كده. انا رفعت مرتبك يا مدام. متشكرة أمي. اخفى عليك يا سميح، بتخبي علينا؟ انت ناسية ان سكرتيرة المكتب، وهعرف من غير ما تقولي
ده انا اول من يفرح لك. على الاقل هتعزمينا بالمناسبه السعيده. انا تحت امركم. ما تفهمينا الحكايه منيره، احنا مش برضو زمايل في مكتب واحد؟ سميحه ترقت وخدت علاوه. مبروك يا سميحه. ميرسي. بس بجد بقى مالكيش حاجه يا منيره، المفروض احنا اللي نعزمها مش هي اللي تعزمنا. تعزمنا؟ ومين قال لك ان انا هعزمك؟ الفلوريست؟ انت بتاع الورد؟ اه مظبوط، انا مكارم، عرفت صوتي على طول. بقول لك ايه، عندك جلاديوس؟ يا خساره، مش الموسم بتاعه. طب قولي عندك ورد حلو؟ اه بس المهم يكون لونه بامبي. لا لا مش هتبعته على عندي، انا عايزاك تبعته على بانسيون هابينس باسم مدحت بيه ابو الفدا. الكارت؟ لا انا هفوت بنفسي علشان اكتبه. سألت عليك أكتر من مرة، هل بلغوك؟ لو كانوا نسيوا الورد حيفكرك ميكي. وبعدين بقى أرجعه لها تاني؟ بس ده حلو قوي، لكن أرجعه ليه؟ اتفضلي يا ست سميحة. متشكرة أوي. بالعفو. عزيزتي سميحة، رفضت أن أحتفل بترقيتك. لو كنت نسيت حبي الورد حيفكرك مدحت. صباح الخير. صباح الخير. انا جيت بدري مخصوص لاني عارف ان انت اول واحده بتيجي الشركه، قلت الحق اتكلم معاكي قبل ما اي حد يوصل. وصلك الورد؟ ميرسي قوي. ما كانش لازم تتعب نفسك. لو كنت قريت الكارت بالذات اخر جمله فيه ما كنتش قلت كده ابدا. مدحت بيه، ثانية واحدة من فضلك. هنكمل الكلام ده بعدين، ممكن؟ ممكن. أنا عاوزك في خدمة. قول بسرعة، عايز إيه؟ بصراحة بقى أنا غيرت رأيي بالنسبة لسوزي. أنا كفنان يهمني المستوى. بصراحة يا مدحت سوزي دي ما تشدش. وأنا مالي من الموضوع، مالي أنا؟ يا مدحت الموضوع محرج جدا بالنسبه لي. برضه انا مالي؟ اسمع بس. إيه؟ انت كمندوب اعلانات ممكن بلباقتك كده تقنعها ان العميل نفسه طالب واحده معينه بالذات. ايوه تطلع انت منها زي الشعره من العجين. يا مدحت اصل الموضوع شائك جدا بالنسبه لي. ليه؟ قول لي ليه؟ ليه؟ الو بونجور، ممكن اكلم مدحت بيه؟ مين اللي عايزه؟ قولي له ميكي. بس هو مش موجود على مكتبه. طب ارجوك تبلغي اني سالت عليه. انا كنت عايزه اعرف يا ترى الورد اللي بعته له امبارح وصل له ولا لا. الورد؟ انا اسف روح. انا اللي اسفه، اسفه اني ضيعت سنين من عمري مع واحد زيك. الحكايه ما كنا كويسين. عمرنا ما كنا كويسين. ايه اللي حصل يا سميح؟ اللي حصل؟ اللي حصل اني اكتشفت سر الورد اللي حضرتك بعتهولي.
تخليك وحيد زيي. يعني حطام مش واخد انا على الحبسة دي، افضل محبوس بالشكل ده؟ ادخل. ايه الحكاية يا استاذ متح؟ حكاية ايه؟ من ساعة ما رجعت من الشغل وانت ما خرجتش من قطة. هخرج بيها يا ست فلة، ما معيش غير جنيه. طيب تعال تعال اقعد معانا في الصالون. من الأوضة للصالون يا قلبي لا تحزن، أنا مش واخد على الحبسة دي. ما هو البركة فيكي، مقشطة جيبي أول بأول. ما هو أنت لازم تدفع عشان تعيش. ودي عيشة دي؟ وأنا ما قلتلكش إن ميكي طلبتك نوبتين؟ أنا مش ناقصها يا رخرة. اسمعني، لو طلب التاني قولها إن نموت. بعد الشر عليك. فعلا بعد الشر علي، فارق نفسي وحابس روحي هنا ليه؟ لو طلبت قولها إن موجود. بتتكلم جد؟ بتكلم من زهقي. حتى لو قالتي تعالى هروح اوصلها شويه بدل قعدتي هنا. ايه رايك في الفيلم اللي شفناه؟ حلو جميل. عجبتك قصة الحب اللي فيه؟ بس الحاجات دي ما بتحصلش في الواقع. لا صدقني بتحصل. ساعات الواحدة تشوف إنسان جايز يكون إنسان عادي، لكن هي بس ولأول مرة بتحس إنه مش عادي. كل شيء فيه مختلف عن الناس اللي بتقابلهم، لأن هو بس اللي خلى إحساسها من ناحيته مش عادي ومختلف. إحساسها بالأماكن بالحاجات اللي حواليها بيبقى مش عادي ومختلف. مثلا فجأة التليفون يبقى أهم حاجة في البيت، الرستورون الكبير ده فجأة يبقى صغير، ترابيزة واحدة ومكان لاتنين. أنت معايا في اللي أنا بقوله؟ أيوة، بس الرستوران يخسر وصاحبه يزعل لما يلاقي المحل الصغير وبقى في اتنين بس. انت ظريف قوي يا مدحت بيه، بتحول كل حاجه لابتسامه وضحكه. اكيد كل الناس بتحبك، خصوصا اللي حياتهم محرومه من الابتسامه. انت اللي ظريفه قوي، بتعامليني بمنتهى الكرم. بقى كنت عايز تحرمني من القعده الحلوه دي وتروح. انا عارفه انك حساس وابن ناس، طبعا مستكتر ان انا اعزمك على السينما والعشاء بسميتك، مش هو ده السبب؟ فعلا في الواقع انا محرج جدا. خلاص يا سلام، ولا يهم، ادفع انت الحساب.